كده. طب لو رحنا بقى للاهلي على الصعيد الاخر واتكلمنا عن التشكيل الامثل حاليا وفي ظل طبعا الغيابات وعندنا كمان عمار حمدي وحاجه اعتقد برضو يعني مش احسن الاخبار، فخلينا نعرف منك بقى كابتن ايشو. انا هقول كابتن بقى لا انا باخد لقب كابتن على فكره حضرتك. احنا طبعا عندنا غيابات كتير جدا، واحنا يعني للاسف دفعنا ثمن التعارض اللي ما بين الكاف والفيفا، يعني اللي هم صفوا حساباتهم على حسابنا احنا، يعني للاسف دي مشكله. احنا ما يعني مظلومين جدا، اكتر فريق مظلوم في البطوله دي، احنا ما فيش منافسه عادله. صحيح. زي ما كابتن اسلام تفضل يعني، فاحنا هنروح بنلعب فعلا بنسبه ان الاهلي منحدر. اللعيبه دي ما فيش اي ضغوط عليها، احنا مش مطالبينهم باي حاجه، انتوا يا رجاله قدموا اقصى ما عندكم، ده اللي احنا مطالبين بس. هو ده اللي نشتغل عليه، ان بالزبط. احنا يعني العامل العب بالظبط، العب استمتع باللي انت موجود في حدث عالمي، حدث ما فيش اي حد، مش اي حد بيشاركه. احنا الفريق الوحيد في مصر والاكثر في افريقيا والتاني اكثر فريق في العالم، 7 مشاركات، فبالتالي احنا رايحين نستمتع من غير اي ضغوط خالص، في ظل طبعا الغيابات اللي عندنا، واللي هنقول دلوقتي ده التشكيل الاضطراري، يعني احنا ده مش افضل تشكيل عندنا لكن للاسف الظروف الحاليه. طبعا عندنا علي لطفي ده حارس مرمانا، في ظل طبعا غياب واصابه الشناوي كمان. وبعدين هنبدا بالتشكيل 3-4-3 الطريقه المعتاده حاليا لكابتن موسيماني. عندنا ثلاثي في خط الظهر، عندنا رامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمد هاني، ده الثلاثي اللي هنبدا بيه، عشان احنا طبعا لازم هنلعب هنا بتحفظ دفاعي، احنا ما احناش رايحين. واظن اصلا موسيماني بيجيد المشاهد دي، موسيماني اصلا ما بيحبش الفرقه اللي هي تكون متكتله، واحنا المطالبين ان احنا نهاجم من كل حته ونستحوذ. هو بيحب الفرقه تسيب له مساحات تضغط عليه، فبالوضع ده هو اللي بيقدر يستغل المساحات اللي في خلف دفاعهم. بالتالي احنا هنا عندنا الثلاثي ده، هنبدا هيكون عندنا الباك اليمين بتاعنا هو كابتن حسين الشحات. حسين الشحات لعب مع المقص قبل كده في المركز ده بالذات، المركز اللي هو بيتقدم فيه كجناح ويرجع برده كباك، فهو مش جديد عليه، عشان الناس ما تستغربش ليه انا حاطط حسين الشحات في المركز ده. فانا مقتنع ان هو حسين الشحات هيكون افضل خيار لموسيماني في المركز ده. خليني اقول بس حاجه مهمه جدا في النقطه دي، ده وجهه نظر ايشو. طبعا مش بقول اللي هو نظر ايشو بالظبط. ثالث مره وجهه نظر ايشو، عشان ما حدش يقول ان احنا قلنا التشكيل اللي هيلعب بكره. لا انا ماليش ده وجهه نظر الناس تاخد مننا من القناه يعني. لا طبعا، وتقول ان ده التشكيل الرسمي، لا دي وجهه نظر ايشو بالظبط. وبعدين علي معلول طبعا ما فيش اي اختلاف على قيمته يعني، وربنا يحفظه من شر الاصابات، احنا مش ناقصين بصراحه، ما عندناش اصلا اي جوده لاي مركز. احنا عايزين مش بقول لك ايه، مش عايزين نطول في الكلام على اللعيبه، عارف ليه؟ والله النقطه دي حساسه قوي عشان يستوعبوا الكلام. نعم يتساووا من الكلام يعني. انا عارف اللي هو ايه، عديها عديها. بعدين عندنا اليو ديانج في نص الملعب طبعا ما شاء الله عليه، واحمد عبد القادر، دول اللي هيكونوا موجودين معانا في نص ملعبنا. وبعدين قدامهم طبعا مجدي قفشه، طاهر محمد طاهر كمهاجم، وعلي مع وليد سليمان كجناح طبعا، لانه انا هنا وليد سليمان يمكن بعيد الفتره اللي فاتت، اخر مباراه بس البنك الاهلي هو اللي شارك فيها بشكل يعتبر اساسي يعني، لكن احنا الفترة الأخيرة هو ده عنصر الخبرة اللي عندنا، يعني أنا براهن إن شاء الله بكرة أو يوم بكرة فعلا يوم السبت عندنا على وليد سليمان وعلي معلول، دول عنصرين الخبرة التقال جدا اللي عندنا، فإحنا إن شاء الله يمكن طبعا رامي ربيع برضه شارك قبل كده في يعني بطولة حتى 2013، لكنه إحنا عندنا هنا لا، عايزين لعيبة تشد الفريق، فوجود وليد سليمان هيكون هو اللي عامل الإضافة دي. فده التشكيل اللي احنا متوقعينه، لان اصلا هو للاسف على الدكه ما فيش اصلا خيارات، يعني احنا مع الحراس اللي هم طبعا حمزه علاء واحمد شوبير ومصطفى شوبير، وبعدين عندنا بقى الباقي كله يعني ما بين محمد مغربي، محمود وحيد، كريم فؤاد، لمكيسوني، زياد طارق، اللي طبعا اتوقع ان كله دور في مباراه بكره، لان هو طبعا لاعب من مكاسب كاس رابطه. يعني انت من وجهه نظرك بتفضل وليد سليمان على مكيسوني؟ طبعا. أوكي. يعني ليه؟ لان هو انا خبرة. يمكن عنصر الخبره، يمكن اللياقه شويه، اصلا كيسوني ما شاء الله عارف سريع، بس هو في كعقل في الكوره انا عايز العقل هنا اكتر من السرعه، لكن ان شاء الله طبعا في الاخر هو بيكون موجود على الدكه، واحنا عايزين اي حد يعني، لان طبعا ويد سليمان مش اي حد يلحقنا. اي حد يلحقنا اصلا بجد. هو اصلا فعليا مفيش غير 5 بس، يعني 5 بره. عايزين نعدي اليوم، ما تشيل ان شاء الله يعدي على خير ان شاء الله. يعني انا متصور ان احنا يعني اكيد مع يعني مهما كان، مهما قال هم في المؤتمرات الصحفيه ومهما كان، انت برضو عاون عامل نفسي، بمعنى ايه؟ ان هم لما يكونوا شايفيننا ان احنا في ظل الظروف دي، هو مهما كان يدخل مستسهل المباراه، عارف ان هو بسوء السوى مش بيقابل الاهلي الاساسي، هو بيقابل الاهلي الباقي.
المتبقي من النادي الاهلي. بس اقول لك على حاجه ايشو، يعني برضو التصريحات ما كانتش اللي هي فيها نوع من القلق يعني، وربما ده يكون مستهدف، بس برضو لما كنا بنتكلم على التصريحات، لا انت بتتكلم ان هو برضو دي مباراه صعبه، ويمكن ده احنا قلناه انا كنت نسيان في بدايه الحلقه، بس هو اكيد تحدي صعب جدا قدام موسيماني، ربنا يكون في عونهم وان شاء الله يثبتوا ان هم يبقوا رجاله. انا بتفق معاك جدا طبعا، ان شاء الله.